السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. ذاك الأسبوع أيضا كان محورنا يخص القطاع السمكي والثروة السمكية عموما، وتعرفنا على الكثير من المشاكل المباشرة اللي يعاني منها المربين، على موضوعة قوانين واستخدام قوانين سابقة، وحقيقة هذا القطاع يحتاج إلى تطور كبير جدا اليوم من أجل خدمة الاقتصاد العراقي. في نفس تقريبا توقيت حلقتنا السابقة كان أيضا هناك ندوة علمية، كانت للأحد مو الأحد اللي راح قبله، كانت ندوة علمية حول تطوير اليوم القطاع السمكي وأهمية هذا القطاع بالاقتصاد الوطني العراقي. حقيقة كانت هناك ندوات، وكانت هناك عفوا محاضرات تتكلم عن سبل التطوير وغيرها، يعني كثير يعني تخصصية جدا. فانه هل هذه الامور ممكن يستفاد منها مربي الاسماك؟ هل ممكن تستفاد منها الثروه السمكيه؟ طبعا راح نتناقش بكل هذه المواضيع اكيد مع الدكتور عامر شفيق اختصاص امراض الاسماك. اهلا وسهلا بك. والاستاذ حاتم الحمداني الصديق الدائم لبرنامج ارض السواد ورئيس مؤسسه الروافد لتطوير وحمايه الاحياء المائيه. اهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا استاذ. الله يحفظك. اريد ابدي يعني اليوم اخذنا عنوان احنا بالدراسات العلميه مستقبل واعد الثروه السمكيه، ابدي مع الدكتور عامر. دكتور عامر، اليوم كيف تصف القطاع السمكي او الثروه السمكيه بالعراق؟ هل قطاع يعتبر قديم ليستخدم امور قديمه منذ عقود ما بي تطور علمي به؟ هل اليوم الدوله مثلا مقصره بدعم المربين انه تطوير؟ احنا نشاهد يعني لحد الان قاعد نستخدم احواض طينيه. نعم. وتعرف العالم وين وصل والقنوات. نعم. وغيرها. تفضل. اشكرك على هذه الاستضافه. ربي يخليك بخدمتك. ان شاء الله نتكلم عن قطاع الثروه السمكيه ونفيد الساده المشاهدين والمربين. نعم. قطاع السمكيه يعني من قطاعات المهمه برفد الاقتصاد العراقي، لان اساس التربيه هو الربح، يعني عن المربي حتى يربي يريد يربح، اساس التربيه. فبما انه انت قاعد تقول هل الدوله مقصره؟ الدوله مقصره بجانب واحد احتمال، دعم الاعلاف. الاعلاف هي تعتبر يعني 70% من التربيه السلاك، يعني 70% من التربيه السمكيه وحتى الدواجن او التكاليف، طبعا التكلفه. فلذلك يعني احنا شنو نطالب دائما؟ دعم المربين، لان المربي اذا دعمه من ناحيه الاعلاف راح تقل عليه تكلفه التربيه، فلذلك راح يعني يزيد انتاج الثروه السمكيه، وبالتالي يرخص اسعار الاسماك بالسوق المحليه. وتعرف الدول يعني تقريبا 40 الى 50% من الدول العالم تعتمد على تربيه الاسماك كبروتين، لان البروتين السمكي جدا كفاءته عاليه، لان يحتوي على دهون غير مشبعه بالاضافه الى الفيتامينات. فيعد الزراعه السمكي يعني الطريقه يعني جيده في سد احتياجات المتزايده للبروتين. دكتور هل اليوم طرق التربيه اللي نشاهدها بالعراق طرق مواكبه للعصر، حديثه او بعد قديمه؟ طبعا احنا بعدنا على الطرق القديمه، والتربيه احنا نوعين هسه بالتربيه بالعراق. الاحواض الترابيه او الطينيه والاحواض العائمه على دجله، اقفاص عائمه على دجله والفرات. وكل وحده من هذه التربيه لها يعني ايجابياتها ولها سلبياتها. زين، احنا لحد الان طبعا المفروض نواكب التطور اللي يحدث بالعالم من ناحيه المياه، يعني نعاني شحه المياه. يعني اكو يعني اعتقد ابو زينب استاذ حاتم يعرف اكو مشاريع هسه قاعد تستخدم الاكوابونيك، تربيه الاكوابونيك. زين، على مود يقلل من استهلاك الماء. زين، ف احنا بهذه الطريقه صراحه يعني المربين هم متمسكين بالطرق القديمه، يعني إيراد وعي يعني ارشاد يعني تقوم به مؤسستنا ان شاء الله عن الايام الجايه. وعي تحتاج المؤسسه. خلينا ننتقل للاستاذ حاتم الحمداني، حتى انه بما انه ذكرنا المؤسسه،
يعني مسوين ندوه تقبل الانتقادات تدري بس احنا اصدقاء يعني صح يعني مسوين ندوه علميه وخيره كفاءات اليوم الثروه الحيوانيه والمختصين بهذا الموضوع كانوا موجودين بهذا الندوه وعلى مستوى كل الاختصاصات وعلى مستوى عالي يعني كل الاختصاصات كبيره جدا كل الاختصاصات كل الاختصاصات وصلوا لي تحيات اكيد كل الحاضرين لبرنامج ارض السواد مسوين ندوه علميه وتعبانين وحقيقه دراسه ومحاضرات وهاي وانتم تدرون الثروه السمكيه ايش قد قاعد تصرف مياه يا اخي البدايه طور المشاريع باستخدامات الطرق الحديثه للمياه القنوات المغلقه يسموها التربيه المغلقه التربيه المغلقه او ما يسمى وانتم بعدكم على الطينيه والترابيه وتقعد تمشون على قوانين عام 1970 اي علميه اليوم نحكي بيها أنا آسف على البداية القوية. لا العفو. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنت. أستاذ ظفر الحقيقة تربية الأسماك عدة طرق. نعم. عمود تربية الأسماك هو المي. فعل. لكن طريقة استخدام المي للأسماك هنا نحكي. بالضبط. هنا نحكي. عندنا أول طريقة الكلاسيكية العادية الماشية هي التربية الأحواض الطينية. الثانية تربية الأقفاص العائمة. الثالثة تربية شبه المغلق. شبه المغلق شنو يعني؟ يعني المي يدخل نفس المي يخرج. المي يدخل للأحواض احدث طريقه لا العفو مو احدث لا لا مو هاي موجوده لا 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 موجوده انا دا انورك انه الطرق المستخدمه حاليا الطرق المستخدمه حاليا عندنا بالعراق النظام الشبه المغلق نظام المي يدخل المي يجي من المصدر نهر من النهر للأحواض الأحواض تكون عباره عن اقفاص فوق الارض احنا عندنا الاقفاص العائمه معناتها الاقفاص عائمه بالمي القفص يعوم بالمي يعني غاطس بالمي ويطوف على طوافات صحيح. هذا القفص هاي الخشب يتمشى بيه اللي تمشى عليه دار مدار بالنسبه لشبه المغلق هاي الاحواض تصير فوق الارض بالنظام شبه المغلق المي يدخل نفس المي يخرج ماكو هدر بالضبط هذا هنا ماكو هدر هاي الشغلة أتمنى من هاي النقطة أتمنى الأخوان والأصدقاء والأعزاء في وزارة الموارد المائية أن يأخذون بنظر الاعتبار أن ينطون مجال يفسحون مجال لإعطاء الإجازات للنظام الشبه المغلق فأرجو لأنه ماكو هدر بالمياه هدف المي ده يرجع نعم المي ده يرجع انا عندي معلومات انه وزاره البيئه ما تقبل الرجاء بس وزاره الزراعه تفرض عليه انه يرجع عفوا الموارد المائيه مو هي طريقه لها هي طريقه الاليه العمل هالشكل مو ضمن سياقات مو ضمن قوانين محدده فلان جهه صدرتها هو طريقه عمل النظام الشبه المغلق يدخل المي للحوض ويخرج المي من الحوض يروح للمصدر ويجي مي جديد بمكانه مو نفس المي يرجع هاي افتهمنا بالنسبه للنظام المفتوح نعم. شبه النظام المفتوح شبه المغلق نجي للنظام المغلق النظام المغلق هنا يختلف عن ذني النظام المغلق بعده اجهزه بفلاتر بمعقمات المي اللي يخرج من الاحواض طريقه النظام المغلق اللي يخرج نفسه يرجع يخرج من الاحواض يروح للاجهزه التعقيم ويرد يرجع للاحواض نفس المي شلون دائره الكهرباء وهذه افضل طريقه بموضوع هاي هي هسه وزاره الموارد المائيه تعطي اجازه طريقة النظام المغلق وزارة الموارد المائية تكلفة عالية هذا هنا نجي على التكلفة الاقتصادية شو يحتاج النظام المغلق؟ النظام المغلق يحتاج لوقود يحتاج لكهرباء كهرباء تعتمد على الوقود
صح. من يوم فقد الوقود وفقدت الكهرباء الأجهزة وقفت ما تشتغل. صار عطل خلل بالنظام. ممكن استخدام أجهزة تعتمد على الطاقة الشمسية. هاي ليش بنفكر برا الصندوق صح؟ هنا شنو عندنا مع الأسف أصحاب رؤوس الأموال هسه لو نلاحظ على سبيل المثال أقرب دولة توسعت بنظام تربية الأسماك عندنا بالمنطقة العربية هي السعودية. صح. السعودية المربي أو صاحب رأس المال اللي يمتلك الأحواض يصرف على توسيع طريقة تربية الأسماك مثل ما تفضلت. طاقة الشمسية، طاقة الشمسية شو يحتاج لها؟ لا يحتاج وقود ولا يحتاج مولدات ولا الشمس. على الطاقة الشمسية يولد كهرباء يشغل الأجهزة مالته. احنا المربي مالته يقول لك هذا يكلف الفلوس. المربي مالنا يكلف، يقول لك يكلف الفلوس. شو تضغط عليه؟ هسه مثلا سعر الكيلو البارحة عملت عليه وصل 7000 دينار. هذا غالي. غير مناسب. هذا غالي. والله يا ترى يسد المصاريف، يسد المصاريف الأجهزة الموجودة بالنظام المغلق؟ ما أعتقد. نعم أكيد. طبعا أحبة المشاهدين خلونا نشاهد هذا الفيديو اللي يلخص أهم التحديات اليوم اللي تواجه الثروة السمكية بالعراق. هذا الفيديو راجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكمل حلقتنا لهذا اليوم. انتقل إلى الدكتور عامر. دكتور عامر، اليوم هل مربي الثروة السمكية أو طرق تربية الثروة السمكية بالعراق أنه معتمدين على العلمية؟ يعني أكو علمية يعني اليوم مثل كفاءته، كفاءة الآخرين، ناس قامات علمية كبيرة جدا، يعني دا يستخدمون أو طرق علمية لو بعدهم ماكو تطور؟ وإذا ماكو تطور من المسؤول عليه؟ ما هل المسؤول عليه مثل المنظمات المهتمة بهذا الموضوع، أو لازم هاي المسؤول عليه مثل الإرشاد الزراعي، أو منه؟ والله شوف، قسم من المربين يعني يتبعون أساليب كل شيء جديد يجيبونه للحواض مالتهم ومعتنين، وقسم من المربين أصلا ما يدير باله، يصير حتى إذا صار عنده مرض ما يجي للطبيب البيطري المختص، يروح يسأل أصحاب يعني الحواض اليمه، فكل معلوماتهم حسب انا اللي متابعهم بالمواقع مالتهم، واحد يعطي معلومه خطا للثاني، يعني المعلومات يعطوها خطا، استخدام الادويه خطا، يقول له مثلا اول ما يقول له نزل المي، وهذا اكبر خطا. انا قارئ اكبر خطا جروبات. هذا يعني ينزل المي يعني راح يسحب الاكسجين الذائب بالمي ثلاثة أربعة، راح يسحبه، راح يخلي السمكه يعني تختنق وتصارع تلاقي مصيرها الهلاك، راح تزيد الهلاكات. بالاضافه الى على اساس شنو يعني هو برايي يقول لك خلي الشمس تضرب القاع تعقمه يعني عقمه. ايه. هو ما يدري الضوء يعني اثر على قله المناعه مال الاسماك، لان الاستجابه المناعيه للاسماك تتاثر بدرجه الحراره، تتاثر بكميه الاضاءه، قوه الاضاءه. صح. وتتاثر ايضا بال يعني هي البيئه المائيه بيئه معقده فعلا، فيها وايد مسببات مرضيه. زين، اكو مسببات مرضية انتهازية تعتمد يعني بس السمكة. احنا بنلاحظ الامراض تصير يمتى؟ من ننتقل من موسم الى موسم،
يعني تغير صحيح. درجة الحرارة صحيح. تتغير درجة الحرارة الأسماك من ذوات الدم البارد تغير نعم. درجة حرارتها حسب المحيط اللي تعيش به. فمن تتغير درجة الحرارة الأسماك راح تحاول أن تتكيف ويا درجة حرارة جديدة. فهذا العمل راح يأخذ منها جهد. هذا الجهد راح يقلل مناعتها. مع احترامات لأغلب مربي الثروة السمكية نلاحظ عدم الوعي أو عدم اليوم المعرفة أو نعم. التطور. من يتحمل هذا هو الشيء؟ والله الكل يعني هي المسؤولية تكافلية على الجميع، على الإرشاد الزراعي وعلى المنظمات المجتمع المدني. هسه احنا إن شاء الله بالأيام القادمة راح مؤسسة روافد راح نسوي ورش عمل للمربين ان وعيهم بالاصول التربيه الصحيحه. يجوكم لو تروحوا لهم لو شنو بعدنا احنا ان شاء الله نتفق على حاتم ونشوف حتروحوا لهم. مو لازم نروح الموقعيه يعني ما يصير هم يجونا، لازم احنا نتفاعل ونوجههم. يعني مثلا تتصلون بالمربين مثلا صلاح الدين تروحون على هناك تجمعون يوم واحد. نعم يعني انت واحنا مستعدين. انت انت جنابك ذكرت ذكرت صلاح الدين. احنا كمؤسسه عندنا دراسه تفصيليه عن واقع تربيه الاسماك في صلاح الدين، عندنا دراسه تفصيليه عن تطوير تربيه الاسماك، وأعدها أعد أعضاء اللجنة العلمية بالمؤسسة اللي هو الدكتور صدام محمد حسن الأستاذ بكلية الزراعة جامعة تكريت عد النيال. هاي الدراسة باسم المؤسسة والدراسة جاهزة. أها ممتاز. طبعا حتى ندخل بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، قلت مثل ما وعدتكم أنه تكون ندوة علمية كانت تتكلم عن موضوع الثروة السمكية، وأكيد راح أرجع مع الأستاذ حاتم، ولكن خلينا نشوف جزء من هذه الندوة وراجعين. إن واجب وزارة الزراعة والواجب الملقى أيضا على شركائها في القطاع الخاص سواء في الجانب الزراعي أو الحيواني هو زيادة نسبة الإنتاج المحلي لما يرتقي لأن يكون قادرا على سد الاستهلاك المحلي باتجاه أن يكون ذو كم يكفي من أجل أن يغطي الأمن الغذائي في العراق وبنوع أيضا صالح للاستهلاك، فلا يكفي أن ننتج كما وأن لا ننتج نوعا، لأن مثل ما تعرفون الأمن الغذائي يتعلق بصلاحية المادة المنتجة للاستهلاك وإلا ستكون هي الأخرى خطرا. فلا يمكن على سبيل المثال إنتاج الأسماك حينما تكون في بيئة ملوثة، لأن هذا التلوث سيكون هو أحد أسباب انتقالها من بيئة التلوث إلى الإنسان أو إلى المستهلك النهائي. إذن وزارة الزراعة حريصة كل الحرص إن شاء الله على أن تدعم كل مبادرات منظمات المجتمع المدني، وستحتضن هذه المبادرات وبتوجيه مباشر طبعا من السيد الوزير على أن نكون شراكة في هذه الاختصاصات بغض النظر عن مشاركتنا الرئيسية فيها، ولكننا سنرعاها وسنحتضنها من أجل أن نجعل منظمات المجتمع المدني هي شريك أساسي في أن تكون الحلقة بين المنتج وبين مؤسسات الدولة. رجعنا احبتي المشاهدين وشاهدنا كلام الدكتور ميثاق من وزاره الزراعه الوكيل وكيل فني بوزاره الزراعه. ارجع وياك استاذ حاتم، يعني كوزاره اليوم يعتبر انه الدكتور ميثاق يعتبر وزاره الزراعه، فعندهم طلبات اليوم من المربين، فقالوا يعني اهم طلب من المربين انه يقدرون انه يزيدون الانتاج، نكفي السوق المحلي ما نحتاج الى المستورد. هل احنا قادرين على هذا الموضوع؟ والله استاذ اهم عقبه تواجه المربين هي حقيقه اول عقبه قله المياه اللي ادت الى قله كميه زرع الاسماك والاحواض. نعم وهي احواض نشفت صح، وهي بحيرات نشفت. والعقبه الثانيه هي مشكله العلاف،
لان الاعلاف عالميا اسعارها صعدت. صح. عالميا بسبب الازمه الاوكرانية اسعار عالميا فتتاثر على المربين. تتاثر يعني هل احكي حتى المشاهد يعرف موضوع الندوه شنو فكرتها؟ كيف كان تفاعل وزارة الزراعة حضورها؟ شنو الملخص اللي كان بالندوة؟ والله يا أستاذنا العزيز الندوة كانت ندوة علمية، أول ندوة علمية تقيمها المؤسسة. نعم. شملت تربية الأسماك. نعم. شملت الأضرار البيئية اللي تصيب الأسماك، وشملت الأمراض اللي تصيب الأسماك اللي طرحتها دكتورة شهباء من جامعة الموصل. نعم. كلية الطب البيطري جامعة الموصل على الكويل هربس. نعم. وعندنا النظام البيئي واستغلال طريقة جديدة لإحياء نهر المصب العام باستخدام الطاقة الشمسية اللي شرحتها دكتورة نجلة من وزارة البيئة. وبالنسبة للصيد الجائر العميد مدير شرطة بيئة بغداد الكرخ ألقى محاضرة حول الأضرار البيئية لاستخدام الصيد الجاري للأسماك، فكانت ندوة علمية ناجحة وخرجت بمخرجات بتوصيات جدا هائلة. وانت حضرتك ضمن سياق البرنامج ذكرت تقريبا 70% من التوصيات المعلومات الفيديو الأول. الفيديو الأول. نعم. خلي ألتقل لدكتور عامر. دكتور عامر، اليوم لما اللي نحكي بموضوعة لازم نطور الثروة، موضوع الثروة السمكية، القضاء على الأمراض، اليوم أريد أسألك بتخصصك، هناك أصوات خرجت وكلها ثقة أنه هذا المرض المنتشر اللي قاعد ينشر اختلاف المواسم، تعفن الغلاصم، أنه أكو لقاح إله بالإمارات ممكن راح يجيبوه، ولكن أكو أصوات أخرى يقول لك ماكو لقاح لهيج مرض، فأنت من أي جانب؟ والله شوف، اللقاح بالاسماك يعني يكاد يكون يعني مو صحيح، يعني لكثره عدد الاسماك، يعني خاصه اللقاح الميت. زين، اما سمعنا قبل يعني يمكن سنتين دائره البيطره عزاز قالوا راح نسوي لقاح لمده خلال سنه اشخاص كجمعيات اخرى انه ممكن انه تروح تجيب لقاح من دبي، وقالوا احنا مستعدين. العترة نفس العترة اللي موجودة بالعراق نفس العترة راح يجيبها من دبي؟ يعني تحتاج تفاصيل طبعا. لازم نفس العترة اللي مسببة للمرض الكويل هربس فايروس اللي مصاب به العراق تجي نفس العترة، يعني ما يصير كل المحافظات نفس العترة. هو طبعا لازم، هي لازم تنعزل العترة. احنا لا، قصدي المحافظات اللي صارت الامراض بالبحيرات. نعم. المرض المسبب كله نفس العتره لو يختلف محافظه عن محافظه؟ لا، هو كله نفس العتره. اها، نفس العتره. لكن شلون تنصاب الاسماك؟ هو اصلا المرض اصلا موجود، يعني الفيروس هربس، هربس فيروس، فيروس من الفيروسات الكبيره اللي تموت بشعه الشمس، باي معقم يقتلها. اصلا هي فيروسات كبيره وتسبب حتى بالاطفال مرات لطمه حمى يسموها، هذا الهربس. الجليسرين ينشفه يموته، يعني او جينشن فايولت، هاي شو اسمه الصبغه الزرقاء، فهو موجود اصلا بالمياه العراقيه. لكن ليش يسبب كثافه بصوره انتهازيه؟ يعني من ينتهز فرصه قله المناعه. اكو سبب من الاسباب، ولو اليوم انا طبعا يزعلون مني هواي مربين، وش قاعد اصور يومهم اصدقائي. مثلا موضوع الاقفاص، قفص مسافه، موضوع الاقفاص احنا انا كتبت عنها مصيبه يعني. هذا هذا طبعا هو استاذ حاتم خبير بالاقفاص. ايه؟ لان هو يعني شغلته البعد. بس احنا جينا هي هنا المربي ويزعلون. ايه؟ بس تحكي يزعلون المربين يعني. ايه؟ شلون هو هو عباره عن عمود الفقري للمؤسسه. ايه؟ روافد هم مربين. ايه؟ ويزعلون من تنصحهم يابا هذا خطا. يزعل يزعل يريد يربي. يعني مثلا قلنا لهم ايهما افضل، تربية يعني 100 قفص، استغنى عن 25 حتى تحافظ على 80% من الأسماك، أفضل مما تربي 100 قفص وتفقد 80%. هو هو البعد الواقعي أو الطبيعي لازم يشقد خلي يعني مسافة قفص، ويعرف هو الأستاذ حاتم قياسات الأقفاص 4 متر يعني أو 6 أمتار.
يعني بين قفص قفص مسافة قفص حتى نقلل من شدة الإصابة. هم ما قاعد يعني مثل ما قال ما قاعد يستوعب هذا تقطع رزقي قلت اي هو هو ايهما افضل راح تحصل؟ اولا راح تربي بصوره صحيحه الامراض ما راح تجيك وما راح تصرف ادويه ومعقمات وكلها يعني خاصه للاسف الشديد يعني كل المكاتب تبيع الادويه والمعقمات مجرد للبيع مو للعلاج يعني للاسف. دكتور العفو لو اتدخل احداث عام 2018 ننساها؟ لا كارثه. كم مربي اسماك استغفر الله كم مربي اسماك توفى في عدم عدم استطاعته تسديد الديون؟ لان يعني شنو مربي الاسماك؟ مربي الاسماك ياخذ علف بالدين بالاجل في سبيل يربي يبيع يسدد. زين اذا مات السمك منين يسدد؟ يعني هاي تجربة من 2018 يعني اخواني يا مربي الاسماك الله يخليكم الله يخليكم. لا تنسون احداث عام 2018 الله يخليكم. الهلاكات اللي صارت الاف الاطنان مئات الالاف من الاطنان كلها راحت هدر. يا ما ناس انهجمت بيوتها، يا ما ناس انتحروا وماتوا وما قدروا يسددون فلوسهم. يا اخوان القوا البدائل، اترجاكم بدينكم بدين محمد القوا البدائل. يعني لو كارب لو ها هي قفلة الدنيا. هاي الدول سوريا اردن سعوديه الكويت مصر. ايران بس الكارب يربون. استحلفكم بالله. طبعا احبه المشاهدين يعني اكيد يعني اليوم كلام الاستاذ حاتم الحمداني يتكلم والله يعني خليني اقول لكم معلومه. يعني انا علاقتي بيه قويه، لا حاليا لا يربي اسماك ولا موضوع ولا عنده فائده اقتصاديه ولا ماخذ من احد ولا شيء. يتكلم اليوم من اجل ثروه سمك، يعني من اجلكم انت اليوم كل كمربي الاسماك. طبعا احبه المشاهدين خلونا نشاهد محاضره علميه للست نجله والدكتوره نجله الدكتوره نجله من وزاره البيئه اللي حقيقه بها فائده كبيره جدا كانت. يعني خلينا نشاهد الفيديو وراجعين. بديت اني والعاملين والشركه المنظومات الطاقه انه نصنعها، الحمد لله طولنا بها تقريبا 6 أشهر. بالمناسبه هي البلورات مالتها والهواء خليناها تكون صديقه للبيئه، تشتغل عن طريق الطاقه الشمسيه. نزلناها في بقعة ايضا ورا 6 أشهر، بقعة 6 أشهر تعمل في بحيرة حديقة السندباد، وبدأنا ناخذ نماذج منها ونشوف كمية الإزالة لهذه المركبات. الحقيقة من خلال متابعتنا لهذه المركبات لاحظنا انه الحديقة مالت البحيرة مال مدينة العاب السندباد كانت ما تنشاف، كلها نفط وكلها هذه. ورا 3 أشهر 4 بدأت تصير صافية. الحلو بيها انه أسراب من الأسماك تمشي وراها، يعني قاموا ينتعشون انه ليش؟ فقلت لهم انه هذه الاكسجين اللي دنطيه المذاب اللي يدخل اذا ما كيميائية فهو اكسجين مذاب داخل يعطيها مو الجيد، فلهذا قام تتكاثر بشكل اوسع. طبعا نقلت المحطه بعدها الى الذراع المغذي لهور الدلمج، والحقيقة تعمل لكن بسبب الجفاف الآن تم رفعها لحين عودة المياه. أتمنى طبعا أخذت حصلت على براءة اختراع بهذا المنظومة والحمد لله والشكر. الأمانة العامة حاليا صارت كتب أنه هاي المنظومة هي ريادية، كان 4 أمتار ب4 أمتار. بعد ما شفنا فائدتها لا عدنا تصميمها بشكل ثاني، راح تقطع كل الأنهار وتخفف من الملوثات الموجودة داخل الأنهار أولاً، وطبعاً دعم للثروة السمكية وتوفير الأكسجين المذاب. بينما يهدى الأستاذ حاتم خلينا نتكلم مع الدكتور عامر.
دكتور عمر، يعني مثل عندنا هيك افكار يعني موضوع الاكسجين المذاب وغيره، بما ان اريد استثمر وجودك، تكلم بنقطه مهمه استاذ حاتم، لما دا يناشد اليوم المربي الاسماك ودا يقول لهم يابس موضوع اللاكارب اللاكارب، وانت ابن محافظه البصره التي تميل على البحر اكثر من النار. اكو بعض الافكار قاعد نسمع انه حتبدي مشاريع تربيه اسماك بحريه بالبصره، هل ممكن يتحقق هذا الشيء؟ وليش هاي خطوه متاخره جدا؟ ممكن يتحقق، يعني يربون اسماك، يعني هناك تعرف اللسان الملحي كلش عالي عندهم في البصره، زين، فيربون يعني اسماك اللي تتحمل الملوحه. يعني البيئه المائيه هي ثلاث انواع، مياه عذبه ومياه مالحه ومياه شروب او شبه مالحه سمعها. نعم، فممكن يربون اسماك، يمكن استاذ حاتم هواي يمكن يعرف هاي الامور، ويروح مرات للبصره على تواصل يعني وياهم، يربون اسماك يعني تتحمل البيئه المالحه. اكو اسماك تعيش بوسطين، اي هاي مياه يعني شروب يسمونها. ايش نقدر يعني انواع نربي؟ والله اكو هواي انواع مللونة من الكارب. هسه الكارب يعني انا يعني كشيء شخصي والله ما احب الكارب، مو طيب. اها نعم. انا اقول البلطي اطيب من الكارب، يعني هاي هي طبعا شو اسمه اذواق، هي مع هسه الشانق مرات نشوفه انا اشوف حسب هي بعد يعني اسماك هوايه هسه بغداد ماكو اسماك يعني كارب 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 كلها كارب كارب بالبصره، اذا تروح للبصره عندهم الجراس كارب هناك يسموها غريبه، الجراس كارب شوي مناعتها اقوى من الكومن كارب. صح صح صح. زين، وعندهم النويبي خبل سلمون يسموها التونه، اسماك هوايه من تروح سوق البصره يعني الوان اسماك، حمام اكو، خباط عندهم، ضلعه، هاي كلها اسماك يعني تروح. من اروح انا دائما البصره صراحه اجيب وياي، لان ملينا من سمك الكارب كارب كارب، وحتى طعمه صار يعني غير مستساق، لان تلاحظ مليء بالامراض، يعني تروح هسه على واحد يبيع اسماك تلقى الارتجاحات الدمويه موجوده بال، لان شنو هذا كلها اصابه طفيليه، اصابات الطفيليه 80% من امراض الاسماك هي اصابه طفيليه. نعم. شو يسوي الطفيليه؟ عض بالاسماك فيجرح الجلد، تصير ارتجاحات دمويه، الدم احسن وسط للموج الجراثيم، فتجي البكتيريا. وهو ليش ما يهتم المربي بالعلاج الطفيليات؟ لان ماكو هلاكات على المستوى القارئ المتوسط والبعيد، الا يصير يعني سكندر انفكشن، اصابه ثانويه بالفطريات والبكتيريا، بعدين تصير هلاكات، يجي يركض يريد علاج. بينما هو لو يتبع برنامج وقائي يعني محدد، واحنا عندنا برنامج وقائي سويناه حتى بالمحور الصحي اللي من ضمن لجنة وزارة الزراعة برعاية السيد يمكن الدكتور ميثاق، أنا المسؤول المحور الصحي، فيعني خلينا نقاط على مود الوقاية، لأن الوقاية خير من العلاج، لكن للأسف المربي ما يخسر، وشغلة كلش بسيطة يعني 15,000 يمكن يعني تغني عن هلاكات اللي راح تصير بالاسماك اللي عنده. يعالج الطفيليات، ولا تنسى اكو طفيليات تنتقل للانسان، دود الشريطيه السمكيه تنتقل للانسان، هاي زين، اكو هوايه يعني ديدان طفيليات تنتقل للانسان، امراض يعني مشتركه. نعم. احنا نشوف المربي ما يهتم للاصابه الطفيليه. خلينا ننتقل للاستاذ حاتم الحمدان. استاذ حاتم، اليوم مؤسستكم كم مربي تقريبا يعني؟ والله هوايه ما حاسبهم كعدد، عندنا بسلمان باك، عندنا بصلاح الدين. هو مقركم سلمان؟ نعم. دائما اتوقع مقركم تقريبا مقرنا. نعم. عندنا. نعم. المقر العام يعني عندي فروع في صلاح الدين، بصرة. عندي في بالبصره، عندنا بالانبار، عندنا بابل دكتور رائد، وعندنا نينوى دكتوره شهبا، وعندنا تكريت دكتور صدام، عندنا هواي افرع يعني هواي اعداد. يعني عدد انه عندكم مثلا 100 مربي؟ اكثر اكثر اكثر. يلتزمون بنصائحكم؟ والله من خلال اللقاء ويا اللجنه العلميه اللي هي تتابعهم، يعني خصوصا يعني التركيز يعني ويا دكتوره شهبا ودكتور صدام ودكتور رائد ربيع، يعني الحمد لله يعني التواصل مستمر. نعم ممتاز. اليوم يعني انا حسب انه رغم كل الظروف السلبيه اللي قاعد نشاهدها، نقص مياه،
اعلاف غير مدعومه اليوم بشكل مباشر من الدوله، دعم الادويه وغيرها من هذه المواضيع ومعقمات ماكو. ولكن لما نشوف مثلا جمعيتكم وجمعيات اخرى ندوات علميه، احس اكو مستقبل واعد للثروه السمكيه بالعراق، نفس الاحساس او متشائمين؟ والله لا بالعكس، لا انا متفائل. امانه الله متفائل، يعني ان شاء الله. هي مشكله تثنيق قلنا المي والعلف والامراض. الامراض هاي انت طبيب بيطري، هاي يمك ان شاء الله. بس احنا نحكي عموميا، مشكله اكو مي واكو علف، فيروس بسيط ويدمر هالكل. ايه والله امل موجود، لان اكو نفس هسه عند بعض المربين يتجهون للطرق الحديثه اللي هي النظام المغلق. يعني هاي الطريقه شفناه بدياله، بس لان ما مو بدياله، لا موجود بالديوانيه، موجود بالديوانيه يعني سعد الياسري اللي مره صورنا بال جديده الشط. اي منصوريه الشط، منصوريه الشط يا محسين. اي محسين هذا نظام مفتوح، هذا نظام مفتوح، لا المغلقه اللي كان موجوده قبال البحيره. اي هذا نظام مفتوح مو نظام مغلق، نظام المغلق اذا شوف يدخل مي ويطلع، هذا يدخل له مي ويطلع شبه مغلق. النظام المغلق لازم عندك فلتر بيولوجي، اي هذا لازم عندك فلتر ميكانيكي. هذا هنا الفرق. خلي ننتقل بما انه فتحنا موضوع عندنا ما شاء الله اليوم اختصاص امراض اسماك، نريد نستثمر وجوده اليوم بحلقتنا. يعني قلت له الفيروس اللي صار بال 18 وقاعد يجي اليوم بال كل سنه، يجي كل سنه بتغيير المواسم وغيرها من هذه الامور. ظهرت نظريه وحتى الحقيقه حتى قنوات فضائيه تبنتها انه هناك دول خلت هذا الفيروس على مود تموت الثروه السمكيه بالعراق. هاي نظرية المؤامرة هاي موجود هذا الشيء؟ لا ما اعتقد، لا ما اعتقد هذا موجود. شيء هو فيروس موجود بالبيئة العراقية من زمان، من زمان موجود، بس مدى ما تهيئت له الظروف المناسبة يهجم على السمك. كيف تهجم؟ من تقل مناعته. احنا شو نقول دائما؟ نقول للمربين حتى ننشر لهم يابا راح يصير تغيير درجات الحرارة، زين؟ ف نسمي انا دائما اكتب معلومه وقائيه، قيس البيئه شمالت الاسره الهيدروجينيه مالت البيئه المائيه اللي احنا نحب ان يكون قاعدي، لان الوسط القاعدي ما تنمو لا الفيروسات ولا البكتيريا ولا حتى قسم من الفطريات. واذا يشوف حامض يقدر يسوي قاعدي يسوي قاعدي، يضيف 25 الى 40 كيلو هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو نوره وبلاش، يعني تشيس ال 40 كيلو يجوز ب 3000 دينار. ما راح هو الطن كله ب 80000 دينار. جيد. زين، اروح اشتري من معمل نوره مال كربلاء، وصارت هواي مربين يعني استخدموا هاي الحاله. غير البيئه المائيه، يعني هسه المعقمات يروحون على المعقمات. المعقم امونيا رباعيه، امونيا رباعيه ما تشتغل بالوسط الحامضي 100%، تشتغل بالوسط القاعدي. فهمتك. فانت تقيس الاسره الهيدروجينيه حولها قاعدي بالبدايه، حول الوسط قاعدي، بعد 24 ساعه تقدر تعقم بالمعقم حتى يعطي نتائج. لان بروتوكول العلاج بالاسماك يختلف عن الدواجن عن الحيوانات، لان البيئه المائيه قلت لك بيئه دواجن لا الاسماك اصعب، لان البيئه المائيه مالتها بيئه كلش معقده. يعني لازم اللي يسوي مشروع لازم اول ما يعرف لازم الصفات الفيزيائيه والكيميائيه للبيئه المائيه حتى يسوي المشروع، حتى ينجح لازم يعرف نسبة الأمونيا ايش قد، ما زيد مثلا عن 0.02، لازم يعرف الأمونيا، لازم يعرف النايتريت، لازم يعرف نسبة الـ H2S، نعم، كبريت هيدروجين، هاي كلها لازم يعرف كمية الأكسجين. الأسماك اللي قاعد يربيها الكومن كارب ايش قد تحتاج أكسجين؟ لا تحتاج من 4 إلى 7 ملي غرام لكل لتر، أكو أسماك لا تعيش بـ3 ملي غرام. فهمتك، على حسب اختلاف. فلازم يوفر هاي الشروط كلها للبيئه المائيه حتى يكون التربيه صحيحه. فهمتك. حتى شنو تقل الامراض. نعم. هو هم يرتاح من شراء، ترى يجي المربي مرات من الهلاكات دايخ يشوفها بال الله يسعده حق يريد يشرب بقشايه، زين ايش ما يقولوا له ياخذ، ايش ما يقولوا له ياخذ، ويمشون عليه ويدفع له مليون دينار ادويه. زين طبعا احبة المشاهدين، ايضا عندنا فيديو من مفقس الصوير، هذا المفقس الحكومي اللي ايضا عندهم طرق جديده للتربيه وامور ايضا المستخدمين. خلينا نشاهد الفيديو وراجع.
تجهيز البيئة المائية الصالحة هو الأساس في مشروع الأسماك، ولذلك يحتاج لنا مياه صالحة قليلة التلوث تحتوي على المكونات الحياتية اللي يحتاج عليها السمك، واللي هي اللي تعتبر البلانكتون. البلانكتون اللي هو يتقسم إلى شقين، اللي هو فوتو بلانكتون وزو بلانكتون، اللي هم الأحياء الحيوانية والأحياء النباتية. الأحياء الحيوانية اللي هي تفيدنا في بداية إنشاء الأسماك، اللي هي اليرقات، اللي تغذى عليها اليرقات، تعتبر الجزء الأول في التغذية. أما بخصوص التجربة اللي دي نشتغل عليها في الوقت الحاضر، اللي هي تعتبر رائدة، وهي تغذية الأسماك أو تنمية الأسماك بدون تغذية وبدون غذاء. هنا يعتمد على الأساس اللي قلناه، اللي يعتمد على شقين، اللي هي الفوتوبلانكتون والزوبلانكتون. لاعتبار احنا المفقس يعتمد على المياه، مياه نهر دجلة، المياه المباشرة اللي هو يسموها بالسيح، يعني خالية من الطاقة، ما نحتاج طاقة، ما نحتاج كهرباء، ماكو تكلفة إضافية بالأسعار، فالشغل يكون أشبه بالطبيعي، يعني أشبه بالبيئة النهرية. وتستمر وزارة الزراعة بدعم مشاريع الأسماك وإجراء التجارب العلمية من خلال مفاقس الأسماك الخاصة بالوزارة، فضلاً عن تقديم الخدمات الإرشادية لمربي الثروة السمكية بغية زيادة المخزون السمكي في المسطحات المائية. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين، وتحيه لكل العاملين في مفقس الصغار الحكومي. استاذ حاتم، رايك في شو طرق يعني ممكن نتعدى التواصل ويا والله الدكتور عباس سالم، الاستاذ صادق ايضا اللي ظهر بالفيلم، ده يشرف حاليا على الطرق البديله للاعلاف باستخدام يعني مواد حديثه ما مستخدمه سابقا في تغذيه الاسماك. فده حاليا في طور التجارب، لحد الان ما اعلنها رسميا. نعم. بس الرجل يعني باشرافه المباشر لتغذيه الاسماك في مزارع احواض الصويره. نعم، يعني تتوقعون النجاح؟ نجاح اكيد 100%. الرجل اللي نجح سابقا كثر سمكه البز. أي. يعني الرجل من استلم مسؤوليه الدائره، مسؤولية الثروة الحيوانية وقسم الأسماك بالذات، الرجل أبدع. كان قبل يكثرون فقط القطان والبني. نعم. لكن من إجى دكتور عباس سالم استلم المسؤولية، لا، أدخل سمكة البز ونجح بها. كل التحية والشكر لحضرتك. أشكرك. ربي يخليك. متفائل بالثروة السمكية مستقبلا؟ إن شاء الله. أنا دائما متفائل إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. تحية حب وشكرا جزيلا دكتور عامر شفيق اختصاص أمراض الأسماك، وكل التحية للأستاذ حاتم الحمداني. شكرا جزيلا. اللي شكرا. اسم المؤسسة طويل، ليش ما تختصره؟ روافد. رئيس مؤسسة روافد لتطوير وحماية الأحياء المائية. شكرا جزيلا. أشكرك. شكرا جزيلا. الله يحفظك. طبعا أحبة المشاهدين، اليوم كانت حلقتنا مثل ما تكلمنا، أتوقع حلقتين تكلمنا عن المشاكل اليوم الواقعية اللي يعاني منها المربي الأسماك في الأسبوع الماضي، وتكلمنا علميا عن ابرز المشاكل اللي تعاني منها الثروه السمكيه بالعراق. اتوقع حلقتين كافيه. نوعدكم الايام الجايه، الاسابيع القليله الجايه، انه راح نخصص حلقه ميدانيه على هذا الموضوع. نعم. نعم. ضرير. اي. مربي اسماك ناجح 100%، لكن ضرير. اي. عنده قدره ربانيه. موجود بجنوب شرق بغداد. نسوي حلقه وياه. نروح؟ نروح. يلا ها هي. ان شاء الله. خدمتكم. نروح اكيد ان شاء الله. ايضا نشجع اصحاب الهمم الابطال اليوم يكونون تاثيرهم ايجابي بالمجتمع. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد. نلتقيكم بحلقات اخرى. الى اللقاء.